إذن مشاهدينا الكرام نسير نتواصل نتقدم والبداية إلى المركز الأول مع شوط الأبكار. وهنا في مقدمة الشوط تقدم تنوير سالم بن هلال بن سالم بالعرطي الحميري يتقدم إلى المركز الأول، لكن ينخطف هذا الموقع من قبل ضجة محمد بن راشد العويسي، الآن يحتل المركز الأول. نشوف المركز الثالث، نسير إلى المركز الثالث وهنا متعبة يحيى بن صغير بن قنون في ثالث المراكز الحبل الكريم، المركز الرابع من الجانب الآخر. أما المركز الخامس تقدمت الآن اليمامة بخيت بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي. هذه النتيجة للخمسة مراكز أولى، شعارات نعرفها تماما، تسير وتتقدم وتأخذ الأشواط الرئيسية المهمة. وهنا في أشواط هذا اليوم نشاهد كذلك العديد من هذه الشعارات في مهمة مميزة، في مهمة بعداية هذا الموسم مع سن الحقائق، هذا الجيل القادم إلى سباقات الإجن بكل أسمائه وبكل سلالاته العريقة. البداية ضجة، وهنا محمد بن راشد العويسي لا زال متقدما. المركز الثاني اللي وصل هنا شخصية ناصر بن حميد بن علي الهاشمي الهاشمي، وصل الآن شخصية، هذا المركز الثاني، تبغي المركز الأول، تبغي النقطة الثانية يا الهاشمي، ولكن العويسي أمامك، العويسي أمامك مع ضجة 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 وشخصية شخصية وضجة. والأسماء مشاهدينا الكرام في الانطلاقات ما شاء الله، انطلقت شخصية انطلقت شخصية إلى المركز الأول لتضيف النقطة الثانية في هذا الصباح، في هذا الأداء الجميل مشاهدينا الكرام، حيث تقدمت ضجة بعدما سارت في تحديات هذا الشوط، وبعدما قدمت العديد من تحديات الناموس في انطلاقات هذا اليوم. هاي أيها الحبل الكريم تتقدم إلى المركز الأول شخصية 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 إلى صدارة هذا الشوط بكل شخصياتها وبكل أدائها الجميل إلى المركز الأول. تهانينا والناموس لآل الكامل على هذا الفوز والانتصار، ناصر بن حميد بن علي الهاشمي. أما المركز الثاني محمد بن رايد العويسي، المركز الثالث البنتلي، والمركز الرابع المركز الرابع إذن غياثي علي محمد بن علي النيادي. توقيت الزمن دقيقتين 59 ثانية. تهانينا والناموس.